السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شفيق، ساكن في سباتة وكنشتغل بالقطاع الخاص. وفي هذه الظرفية اللي حنا فيها دابا، يعني انا كونجي دابا، وجاتني البادرة باش يعني جاتني هذه المبادرة باش نطلق صوت الأذان، بحكم أن المساجد دابا سادة، ونطلقوا صوت الأذان لعل وعسى يحد عنا هذا الباس هذا. يعني هذه البادرة لقات واحد استحسان كبير من عند الساكنة وتجاوب، يعني كيجيوني اتصالات ورسائل اللي كيشكروني فيها على هذه البادرة. يعني كنلاحظ ان الشراج تيتحلوا، كيبغيو يدخل صوت الاذان وصوت القران، وفي الاخير كنديروا الدعاء ونتمنوا من الله هذا، الله يجعلنا في ميزان الحسنات. ومن بعد كيجيوني اتصالات وكيجيوني رسائل، يعني بغوني انني نكمل في هذه البادرة. ولقات استحسان والحمد لله، لقينا تدعم من عند السلطات والناس اعوان السلطه، حتى هما عطاوني زعما هاد الدفعه. الميساج اللي تنبغي نوصل وهو الناس يتصنتوا للدوله. اش كتقول لهم الدوله؟ كتقول لهم يبقاو في ديورهم، الناس تبقى في دارها خوفا على السلامه والصحه ديالهم. هذه اول حاجه، يعني هذه خاص انسان يكون تكون في ديك البادره وروح المواطنه، ويكون يعني حتى هذا كيتحسب نضال يعني وروح من الوطنيه. نتمنوا كل شيء يبقى في داره، الله يجازيكم بخير خوفا على صحتكم وعلى سلامتكم. مبادره يعني اول مره كتوقع في البلديه ديال سباته، والحمد لله كنشكركم على هاد المبادره، لاننا ما كنحسوش براسنا في عزله. اولا بالنسبه للاذان، ثانيا بالنسبه للاذكار، والحمد لله الناس كلها يعني راها كتحس براسها بانها يعني كانها اسره واحده. هاد الحمد لله هاد البادره يعني راها حسنه اللي كنشوفها تقريبا في جميع الاماكن ديال المغرب، برفع الاذان والناس يعني في الخارج كيخرجوا يعني الشرفات ديالهم وكيتبادلوا الاغاني وكيتبادلوا كل واحد كيفاش الطقوس ديالو، كيفاش الديانه ديالو، كيفاش فالحمد لله هادشي كيبشر بالخير. فانا خرجت دابا حاليا لان غير نتوما مع باش نشكركم، ولا انتم كتشوفوا دابا الاصدقاء خاويه، يعني ما كاينش الناس راه مستجيبين لهاد القانون وهاد الاجراءات اللي كاينه. فكنطلب من الله سبحانه وتعالى كل واحد يلزم البيت ديالو، وبهذا ان شاء الله غادي يكون الفرج، ان شاء الله غادي يكون الشفاء ان شاء الله لجميع المسلمين وجميع الناس في الكره الارضيه.